وطالما جيت كده من غير ميك اب يبقى هتشوفوا سكين كير على بشرتي. والبراند اللي انا هتكلم عنها النهارده دي من اكتر البراندز اللي انتوا سالتوا عن رايي فيها، لانها براند جديده بس منتجاتها روعه، ناس كتير جربتها، ناس كتير بتشكر فيها، وانا اخدت وقتي ان انا اجربها، واخيرا جاء وقت الريفيو. وانا يا جماعه البراند دي اولا فرحتني جدا بالكواليتي، انتوا عارفين انا بفرح باللوكال براندز وبفرح لما بتكون حلوه ومشرفه وفرايتي كبيره جدا. يعني لو انت حد مش لو تايهه في عالم السكين كير ومش عارفه تستخدمي ايه واجيب ايه من براند ايه، البراند دي او الرينج ده هيحللك المشكله دي. والبراند اللي هكلمك عنها النهارده هي سكين سايد، منتجات كتيره وجميله ومميزه جدا. يلا بينا تعالوا نتكلم الاول على البرودكتس. اول واحد ده طبعا الغسول. المنتجات يا جماعه شامله كامله، يعني مش هتحتاجي حاجه غيرها. اول حاجه الغسول. الغسول ده مميز جدا جدا جدا، وهقول لكم ليه واحنا بنتكلم عن كل برودكت بالتفصيل. تاني حاجه بقى مجموعه السيرمز اللي عندهم، وعايزه اقول لكم ان كل سيرم احلى من السيرم اللي قبله. ده السيرم بتاع النايسيناميد للبشرات الدهنيه، هتلاقي معاه نتيجه ممتازه. ده الفيتامين سي سيرم المميز بقى جدا جدا، وهتعرفوا ليه لما اجي برضو اتكلم عنه بالتفصيل. وده الهايلورونيك اسيد سيرم اسمه ريبلامب، وكل واحد ليه اسم. ده اسمه ايلومينيت اللي هو بالفيتامين سي، وده اسمه بلامش فري، وده اسمه ريبلامب. والمرطب الممتاز الممتاز جدا جدا جدا، لونه روعه. والسان سكرين. هنمسك بقى الروتين بالترتيب زي ما بستخدمه على وشي سواء الصبح او بالليل. اول حاجه الغسول. الغسول ده يا جماعه فيه فيتامين سي وفيه هايلورونيك اسيد وفيه كم انجريدينتس ممتازه جدا جدا جدا. هو 3 in 1 ازاي؟ غسول مقشر وماسك. انا اتوهمت بالتكستشر بتاعته، غسول كانه غسول هاي اند. وعايزه اقول لكم هو فيه حبيبات بس يعني خفيفه جدا جدا. عايز يعني هبقى اوريكم شكل الحبيبات بقى في الفيديو. خفيفه جدا، مش هتعمل اي اريتيشن. الغسول ده بيفتح البشره، بيدي جلو، بينظف البشره بلطف جدا جدا لجميع انواع البشره. مش هتحسي ان بشرتك نشفت بعد ما تشطفي وشك. من احلى الغسولات اللي انا جربتها في حياتي، حرفيا ممتاز. ولو سبتيه كماسك هيديكي جلو تحفه. ودلوقتي بقى جه وقت السيرمز، بس انا مش هعمل اللي انا بعمله في العاده ان انا بسيب احلى حاجه لاخر حاجه. هما الثلاثه احلى من بعض، بس ده تحسوا ان ده السيرم اللي هينقذنا الفتره دي. ده سيرم البلامش فري، سيرم نايسيناميد وزنك. عايز اقول لكم في منتهى الروعه ومنتهى الجمال. اولا الباكجينج ممتازه ممتازه، انا بحب الباكجينج دي جدا. التكستشر بتاعته خطيره وسهل الامتصاص جدا. لو ما تعرفوش النايسيناميد بيعمل ايه، النايسيناميد ده الكسر للبشره، بالذات البشرات الدهنيه والمختلطه. بيحارب الحبوب، بيفرق جدا في شكل المسام. لو بشرتك من النوع اللي بيعرق وبيجيب زيت، طبعا كلنا كده، بيقلل جدا الحته دي. فبجد من احلى السيرمز النايسيناميد اللي ممكن تجربيها، تحفه. سيرم الفيتامين سي بتاعهم ايلومينيت برايتنينج سوبر سيرم. كلمه سوبر سيرم دي انا اقتنعت بيها. هم ليه كاتبينها هنا؟ واحكي لكم قصه صغيره جدا بس عشان تبقوا فاهمين. بره لما بيجوا يعملوا الفيتامين سي سيرمز، بالذات في البراندز الهاي اند الغاليه، بيحطوا معاه فيرولك اسيد علشان يبقوا هما الاثنين مع بعض بيدوا ماكسيمم بيرفورمانس. لما بيبقوا الاثنين مع بعض الفيتامين سي والفيرولك اسيد، نتائجهم بتبقى جباره، من حيث بقى ان هو يبقى مضاد اكسده قوي جدا، يفتح البشره، يوحد لون البشره، مضاد اكسده لما نيجي ننزل في الحر وفي الشمس وفي الفري راديكلز. قوامه تحفه. هو كمان على فكره فيه فيتامين اي، فهو قنبله مضادات اكسده. قوامه ممتاز ممتاز، خفيف جدا وسهل الامتصاص، تقدري تستخدميه الصبح وبالليل. خطير يا جماعه.
وطبعا سيرم الترطيب والنضارة واللي بيدي بلامب كده هو سيرم الهايلورونيك اسيد. ناس كثيرة جدا بتعتمد على الهايلورونيك اسيد. السيرم ده خطير، حلو جدا، التكستشر بتاعته تجنن، الملمس بتاعه يجنن، تأثيره على البشرة حلو جدا، دوب للبراندز الغالية. هو اسمه بوستر سيرم، وفي الهايلورونيك اسيد، وفي كمان كولاجين وفيتامين بي 5، بيرطب البشره بقى بشكل غير طبيعي. واحلى حاجه ان هو مش بيلزق، يعني السيرمز بتاعتهم بصراحه ما بحسش كده انها هافي، ما بح... يعني بحس انها البشره بتشربها، يعني البشره بتشربها. بصوا جميل 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 جميل، قبل المويسترايزر، قبل ما ننزل الصبح، قبل الميك اب، خطير. وطبعا ما ننساش رقبتنا، السيرمز بتاعتهم يا جماعه في منتهى الجمال. اكتر حاجه احنا بنستناها وهي المرطب، وتعالوا اكلمكم عن المرطب بتاعهم واوريه لكم كمان على بشرتي. ده يا جماعه الديلي مويسترايزر، مرطب خفيف سهل الامتصاص جدا، نون جريسي، حلو لكل البشرات. هو فيه هيالورونيك اسيد وفي بقى مواد ترطيبيه عاليه، في كامومايل وفي صبار وفي الوفيرا. هيعجبكم جدا جدا لما تيجوا تستخدموه، انا كنت متحمسه له جدا. قوام حلو جدا في السوق، يعني this is too much، بس هوريكم. it's a gel like formula، ترطيب بقى من القلب، في fragrance بس خفيفه جدا جدا جدا، مش هتحسي بيها. رطب البشرة حلو جدا، ترطيبه بيقعد لحد 24 ساعة، بس احنا طبعا كده كده بنرطب بشرتنا كل ما تحتاج. بصوا الشكل. واخر حاجة في الروتين بتاعنا، وحاجة طبعا خلاص احنا مش هنتكلم على اهمية السان سكرين، لان دي اهم حاجة في الروتين بتاعك، يعني اهم حاجة للعناية بالبشرة السان سكرين بتاعتك، لان انت من غير سان سكرين انت بتدمري بشرتك مهما عملتي معاها. فده السان سكرين بتاعهم دراي تاتش، سهل الامتصاص جدا، اويل فري، ما بيعملش وايت كاست. تعالوا اوريكم قوامه على البشره. طبعا انا لما بحط سان سكرين ما بحطوش بطرحه خالص، علشان بوزعه على وشي ورقبتي كلها، بس تعالوا ايه حته صغيره هنا كده واوريكم امتصاصه عامل ازاي. هو يا جماعه شفاف، يعني لما طبعا بتدمجيه زي اي سان سكرين شفاف وممتاز للسنسيتيف سكينز. بصوا انا كده حطيته على وشي كله، بصوا مش بيدي لمعه، بس بتحسي ان البشره جلوي، شكلها حلو جدا. سان سكرين ممتاز من يعني من الاوبشنز الجيده جدا جدا جدا، انه سان سكرين مصري وافوردبل. طبعا انتوا عارفين اسعار السان سكرينز بقت عامله ازاي، ومهما في ناس ضغطت انها تجيب المستورد، في ناس ما بتقدرش، فعندنا جريت اوبشن في الايجيبشن ماركت. البراند تحفه تحفة لدرجة لا تتخيلوها يا جماعة. لما تجربوا البرودكتس بتاعتها هتحبوها جدا جدا. فرصة بقى كويسة جدا ان هم عاملين على الويب سايت بتاعهم، لو اشتريتي قطعتين او اكتر بتاخدي خصم 20% وشحن مجاني. في you can experience البرودكتس اللي تجنن دي. مش عارفة اقول لكم انا حبيت ايه اكتر، لان كل برودكت لوحده ممتاز. الغسول ممتاز، لو ناقصك غسول جربي الغسول ده هيعجبك جدا، لو عايزه سان سكرين جربي سان سكرين ده هيعجبك جدا، لو عايزه نايسينامايد سيرم السيرم خرافي، لو عايزه فيتامين سي سيرم السيرم ممتاز، لو عايزه مرطب المرطب حلو. ف اتس ا جود تشانس ان انت تجربي نيو برودكتس وافوردبل في نفس الوقت وشحن مجاني. واحنا كبنات عندنا ان احنا نصرف 1,000,000 جنيه في اوردر بس ما ندفعش 10 جنيه شحن، ففرصة حلوة قوي. اكيد هكون نزلت الريفيو، فبليز شوفوا الريفيو عشان تشوفوا التكستشر بتاع البرودكتس.